بدينا في مقلاة، أضفنا زيت زيتون، أضفنا شرحات من الثوم، حمرناها شوية مش كثير، بعدين أضفنا الفطر والسندراي توميتو أو البندورة المجففة، وأضفنا فلفل كمان مشوي لونه أحمر، بعدين أضفنا الباستا وشوية مي، جبنة بيرميزان، بقدونس، ملح وفلفل، وخلطناها مع بعضها وقدمناها مع جبنة البارميزان آخر شيء. هاي طبقنا بسهولة وبساطة، إن شاء الله ينال إعجابكم وصحتين وألف عام. باكيت باستا مسلوق، ربع كوب زيت زيتون، ثوم مفروم وأحمر مشوي، فلفل طبعا، بندورة مجففة، فطر، وبدي بقدونس وجبنة بيرميزان، ملح وفلفل وشوي ماء إشي خفيف. بدي كمان مرة أنا جاهز. يعطيك العافية. لا تمام تمام، تعرف كلها مطيبات رائعة، بدي هيك النكهات كلها. شوف شو رح ناكل اليوم. هاي نكهات طيبة. بنضيف زيت الزيتون، هاي زيت الزيتون كمية منيحة اللي بتلاحظي أنت. شوف المطبخ الإيطالي غني بزيت الزيتون، بكتروا يعني بحبوا الزيت. أيوة، بناخذ الثوم مفروم مقطع هيك صغير. والآن بدي هالثوم. إذا بتلاحظوا ما حميت القلاية بالأول لأنه زيت زيتون. أسألك. لأنه زيت زيتون. أيوة. زيتون إذا وصل للإحتراق صار جدا مضر. صح صح. فإحنا هون لا، بدنا نهدي اللعبة شوي. طيب أنا عندي هون فلفل ملون، سوري أحمر، حطيته على راس الغاز وشويته. يعني مشوي زي ما بنشوي البتنجان اللي بنتبل. صح، شمي الريحة. ريحة ولا طيب منها. عندي بندورة مجففة، عندي فطر، جبنة البيرميزان، بقدونس مفروم، ملح وفلفل، واكيد المعكرونه او الباستا اللي بدي انه اليوم استخدم اسباجيتي. يعني كل ما حطيته على الطاوله كفيل بانه يعمل المعكرونه زاكيه. طبق رهيب هيبه. يعني واضح صح 100%. تطلع على المقادير تعرف الباستا رح تكون ايطالي. ايطاليه زاكية. ايطالي طبعا. هون راح اخذ لي ورقتين ريحان. ريحان ورقتين صغار، اذا في عندكم، ما عندكم انسوا بلا منه، حطوا زعتر، ما عندكم زعتر انسوا كمان، بحج الحال بمشي الحال. بالضبط. هون الثوم بدي انتبه، بديش يحترق وبديش يضل ني، بدي يكون صار ذهبي حتى اخذ طعم الثوم، طعم الثوم الصح على الباستا. هذا هون لانه اساسي. ايوه زيت زيتون وثوم هو اساس الباستا. صحيح صحيح. يلا هلا اذا حطينا التومه مع زيت الزيتون، ما علينا النار كثير بس يعني الريحان بسلم علينا. نضيف الفطر. الريحان يعطيه العافيه. الريحان كان في شويه مي أضفناه على الزيت. شكرا للريحان، شكرا جزيلا. شوفوا أنا بقول لكم استغنوا عنه من عندي. استغنوا عنه. إذا أضفنا الآن الفطر، والآن بدي أضيف شوية فلفل أسود أو فلفل أبيض اللي بدكم إياه، بس أنا بحس الفلفل الأسود للأكل خاصة إذا مطحون فريش. أيوة طازة، يعطيكم طعم جميل جدا. هون راح أضيف كمان الملح على هالطبق، ونخلط مع بعض. يا سلام ريحة صراحة. يا سلام يا سلام، يعني عن جد إنها بتشهي. يا سلام يا سلام. طيب لزاني على ايش عاملها؟ لحمة ولا دجاج ولا سمك؟ شو؟ على ايه؟ طيب تمام. سمير الان بالبيت. هو اللي طبعا باجازه الان هو. طبعا. وقاعد عم بيسوي لزانيا. أيوة. بنصبي عليك وبنصبي على والدك. اكيد. على والدتك وعلى جميع العيلة يا سمير. اكيد احلى صباح. وظبط لي هاللزانيا. احلى صباح لسمير والعيلة كاملة، ويعني سلام خاص، ونقول الحمد لله على السلامة لوالده لسمير. الحمد لله على سلامته. يا بي شو بتطلع جلي هاي؟ ولا لسه بده يجلي. يا بي شو بتطلع جلي يا معلم سمير؟ والله طيب. أم طه لازم تساعده اليوم. على لحمي. على لحمي ما شاء الله. ما شاء الله. سلام يا زاكية، بس ابصر كيف بيعملها سمير، بتطلع زاكية فكرك؟ لا منيح. شف من عاشر الخوم 40 يوم صار منهم، يعني المفروض انه بعد هالعشره الطويله مع شفات مطبخ رؤيا تطلع لزانية محترمه. بس بنصحه يحط معها جزر مبشور. ضروري جزر مبشور، ضروري يا عبد الله، ضروري يا سمير. اضفنا البندوره واضفنا الفطر، والان بدنا نضيف الفليفله. صار عندي هون يعني تشكيله حلوه حلوه، شايفين؟ اهلين انت يا سمير حبيبنا.
إذا صار عندي هون بندورة مجففة، صار عندي فلفل أحمر مشوي، صار عندي فطر زيت زيتون وثوم ملح وفلفل، يعني تشكيلة رهيبة. الآن راح أضيف شوية مي، ويستحسن تكون ماء السلق. وأنا عم بسلق الباستا بأخذ لي شوية مي من ماء السلق. أيوة. بعدين بنزل ليش السباجيتي المسلوق، شايفين حبايبنا، رشة بقدونس، بكمل نزول لسه في عندنا كمان الجبنة. اها والله شكلها زاكي شف نضال. ايوه هذا الحكي الصح، نطلع كل هالنكهات. أيوة. كل هالمقادير الزاكيه والمكونات اللي حطها شف نضال بهالمعكرونه الزاكيه. اول شيء بناخذ الكميه تمام، ومنرش هيك رشة جبنة بارميزان. اها بين كل طبقة وطبقة طبعا، لأنه بدي اياه ايوه كمان يكون من جوا جبنة البارميزان. بعدين رحين ننزل كل الطبق. طبعا عبد الله بحبش اني انا اسكب شوي شوي، بحب انه ايش ادير دير، صح يا عبد الله؟ طبعا. هاي طبق باسا كثير طيب. يعني زي ما بقول عبد الله قال نفس اللي بيعمله بالضبط. صدقت انا، يعني انا متاكد. ايوه صدقت والله، انا شخصيا يعني مصدق بس بعرفش عن يعني قال بده يرن على وسام اساله. يعني مين بده يشهد مع العروس؟ اما جارتها جارتها بسبب من حارتها، حيقول لك 100% ابوي بيسوي باستا.